أهلا بكم مشاهدينا الكرام بأولى فقراتنا من جدة. اختتمت الجمعية السعودية للغدد الصماء والاستقلاب أعمال الملتقى السابع لمستجدات علاجات مرضى السكري والغدد الصماء بمشاركة 40 متخصص وجمع كبير من المهتمين بهذا الشأن. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدني أن أرحب بضيفتنا بالاستوديو الدكتورة هلا موصلي استشارية الباطنة والغدد الصماء والسكر بجامعة الملك عبدالعزيز. سعد مساكي دكتورة. أهلين سعد مساكي. أهلا وسهلا فيك. أهلين. دكتورة يعني ربما السؤال الأهم بهذا المجال أو بهذا الموضوع تحديدا إيش الجديد في علاجات مرضى السكري؟ والله في علاجات مرض السكر يعني دائما هناك أدوية جديدة وتقريبا كل سنة أو سنتين في أدوية جديدة بتظهر. يعني إحدى المحاضرات في المؤتمر كانت عن دواء جديد يعني إن شاء الله قريبا يكون نازل في المملكة، لكن إن شاء الله في أمال كبيرة من الدواء هذا أنه يعني يساعد مرضى السكري. هذا مرض جديد عفوا دواء جديد نزل او يتم البحث عنه ما زال؟ ايوه هو تحت الدراسة. ايوه هو يعني نزل قريبا مؤخرا نزل في الولايات المتحدة وفي كندا وفي اوروبا وان شاء الله يعني في وتم اعتماده؟ تم اعتماده ايوه تم اعتماده في نورث امريكا. ايوه تم اعتماده. طب حكيني شوية عن حربنا ضد السكر. انت عارفة يعني دكتور احنا يعني حضرتك أدرى طبعا أنه كمان أنه مرض السكري أو مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارا في المملكة. أوكي. الصغار ولا الكبار ولا نساء ولا رجال، المرض لا يعرف أي فئة عمرية أو أي شريحة من المجتمع وهو صحيح. يعتبر من الأمراض الأكثر انتشارا. أوصفي لي الحرب عليه كيف؟ والله الحرب أولا تبدأ ب زي ما تفضلتي في الصغار للأسف هناك انتشار كبير للسمنة وللسكر من النوع الثاني عند الصغار عند ابتداء من الأطفال إلى الكبار الأدلت اللي هم في العشرين وفي الثلاثين الراشدين. أيوة الراشدين اللي ما يعني لا عمره كان في سكر من النوع الثاني منتشر في هذه الفئة العمرية، لكن للأسف بسبب انتشار السمنة وقلة الحركة والعادات السيئة الغذائية والتدخين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى طبعا تاريخ أسري كبير وعوامل وراثية في مجتمعنا، للأسف يعني منتشر جدا السكر. فمن أساسيات الحرب على مرض السكر هو محاربة العادات السيئة، محاربة السمنة، حث الأطفال والراشدين والكبار على الزيادة في الحركة، على اتباع العادات الغذائية السليمة، محاولة الوصول إلى الوزن المثالي. هذه كلها يعني تعتبر في الحرب ضد السكري. وطبعا التوعية التوعية جزء كبير جدا. أنا لسه كنت بتكلم يعني دور التوعية في هذا المجال، خصوصا أنت ما بتتكلمي دكتور على توعية الأشخاص المصابين بالمرض، لكن إحنا كمان بنحاول نتكلم على توعية الأشخاص اللي هم حول الشخص المصاب بالمرض. يمكن مهمة جدا هذه الجزئية. جدا الأشخاص اللي حول المصاب بالمرض أو مريض السكري بالنسبة لأولاده ولأخوانه هم معرضين للمرض. فلذلك يعني توعية ليس فقط للمريض كما تفضلتي، لكن كمان لمن حوله. لمن حوله من ناحية نفس الأشياء اللي هي المتابعة، الفحص المبكر من سن الأربعين أو حتى قبل سن الأربعين، فحوصات السكر وفحص دوري وإشراف طبي وإلى آخره. بالضبط. طيب إحنا حنرجع مرة ثانية للملتقى يا دكتور وتكلميني شوية عن المحاور اللي تم نقاشها من خلال هذا الملتقى. كان طبعا أهم موضوع هو موضوع مرض السكري، وبالإضافة إلى ذلك كان في المستجدات في موضوع الكوليسترول والدهون في بالذات في مرضى السكر. في كذا محاضرة كانت عن الغدد الدرقية وأورام الغدد الأورام الحميدة وأمراض الغدد الدرقية في الحمل خصوصا، بالإضافة إلى عدة محاضرات ومنتدبات عن الانسولين ومضخات الانسولين وما الى ذلك. طيب هل عندك نسبه؟ احنا عارفين انه المرض كبر
بشكل كبير وانتشر. ربما العوامل الوراثية حضرتك ذكرتيها مهمة جدا، لكن أيضا العادات السلبية تعتبر ممكن لها الحظ الأوفر في الإصابة، أكيد. أو هي النسبة الأكبر من الناس إصابتهم بسكري بسبب العادات السلبية. خلينا نتكلم بإحصائيات، هل لديك نسبة لعدد المرضى بمرض السكري ولا؟ وزارة الصحة مشكورة قامت ب سيرفي أو استبيان العام الماضي في 2013، وتم نشره على موقع وزارة الصحة في مارتش هذه السنة 2014. المؤشرات مفزعة الحقيقة، يعني لأنه حسب الإحصائيات المنشورة حاليا عدد أو نسبة مرض السكري في الرجال تقريبا 15%، في السيدات قاربت على 12%، هذا من سن 15 سنة وطالع. إذا عند الرجال 15 وعند السيدات 12، حوالي 12%. إذا شلنا الأعمار الصغيرة وركزنا على سن 65 سنة وطالع، حوالي 50%، 50.2 تحديدا في المية من الأشخاص في هذه الفئة العمرية مصابين بمرض السكري. معناها كل شخص من 2 عنده السكر، فهذا يعني أرقام مفزعة، وبالذات هذه الفئة العمرية. من يعني بين كل شخصين في شخص مصاب بالسكري، من سن 65 بالضبط، من سن 65 وطالع. لكن الأصغر طبعا أقل، يعني النسب اللي تكلمنا عليها كانت من سن 15 اللي هي 15% و 12% من سن 15 وطالع. لكن لو احنا شلنا سن 65 وطالع، هذول الفئة بيزيد طبعا عندهم احتمالات السكر، لأنه بتقل الحركة، بتزيد الوزن، العوامل الوراثية كلها بدأت تظهر في هذيك الفترة، العادات السلبية. في شغلة مهمة كمان دكتور ما ناقشناها، اللي هي جزئية الضغوطات، ضغوطات الحياة، زي ما يقولوا بلغتنا العامة اللي معروف لدى الجميع الزعل. صحيح. بين قوسين أو بين هلالين الزعل، هذه الأشياء من العوامل اللي بنسبة كم الضغوطات أو اليومية والبرشر بشكل عام، قد إيه نسبة تأثيره أنه ممكن الشخص يتأثر ويصاب بالسكري منه؟ هو يعني نسب متفاوتة. هو الحقيقة أنه الشخص لو أنه هو معرض للسكر من الأساس بسبب عوامل وراثية والعادات وهكذا، مجرد تعرض للضغط تتفاوت حتى يعني كمية الضغط اللي ممكن تحوله من شخص طبيعي إلى شخص عنده سكر. وفعلا كثير من المرضى بيجوا يشتكوا ويقولوا مثلا أنا كنت كويسة وإلين ما جاني ضغط، سواء انفصال، سواء وفاة، سواء اختبارات، سواء ضغوطات نفسية كثير، وكلها لها فعلا دور أنه الشخص المعرض للسكر يتحول إلى شخص مصاب بالسكر. لكن في معرض وفي شخص مصاب طبعا، يعني. أيوة بالضبط. طيب. ومو أي شخص معرض، ومو أي شخص طبعا. مين أكثر شخص معرض؟ الشخص المعرض اللي عنده تاريخ وراثي في العائلة، المرأة اللي جاها سكر الحمل أو عندها التكيس في المبيض، الشخص السمين اللي عنده بدانة، الأشخاص اللي يعني عاداتهم الغذائية حتى ممكن يكونوا ما عندهم بدانة لكن عاداتهم الغذائية سيئة فلذلك معرضين. طيب. كون تكلمنا في العادات، دحين خلينا نتكلم بالأشخاص المصابين بداء السكر أو السكري. أكيد في عادات سلبية وأخطاء تمارس من نفس الأشخاص المصابين بهذا المرض. في ناس ما بينتبهوا لأكلهم، في ناس ما بيتابعوا مع طبيب، في ناس بياخذوا أدوية من نفسهم، وهذه صحيح. كمان لوحدها كارثة، أنه بياخذوا أدوية ووصفات من الجيران أو الجارات أو إلى آخره. فبالتالي خلينا نتكلم على الجزئية دي، أخطاء الأشخاص المصابين بمرض السكري. خطأ كبير جدا أنه أول ما بتشخص ويبدأ على أدوية يأكل، ما بيهتم بأكله، في شيء مهم في مرض السكر. حتى الشخص حتى لو وصل ل انه ياخذ انسولين، بالذات احنا بنتكلم على السكر النوع الثاني، ممكن بعادات صحيه طيبه، تخفيف الوزن، ممارسه الرياضه، حتى الانسولين ممكن نستغنى عنه ويرجع قريب من الطبيعي او طبيعي حتى. فمو معناه انه انا عندي سكر وبدات على علاج انه خلاص انا ما اهتم باكلي.
الأكل شيء يعني أساسي في الصحة. ما حد يحب يقرأ يطلع على النصائح الموجودة في الهيئات العالمية والمنظمات العالمية، في كلها نصائح كيفية الأكل، كيف أقسم أكلي، إيش أكل، كيف أوزع أكلي خلال النهار، هذه كلها موجودة وما لا أحد يهتم يتبعها. وزي ما تفضلتي عندنا مشكلتين، مشكلة أن الشخص يروح الصيدلية ويأخذ أي دواء، ومشكلة الشخص اللي يسمع من أول ما بدأ الإنسولين بدأ على غسيل كلى ولا بدأ على قطعه في رجوله. معليش، هي ما هو بسبب الإنسولين ولا بسبب الدواء، هو بسبب المرض اللي سله سنين وسنين مهمل، يمكن بسبب زي ما قلتي عدم اللجوء إلى البحث. كل شخص ممكن يكون عنده التوعية أو الوعي الكافي بهذا المرض من خلال البحث، من خلال القراءة، من المصادر الموثوق بها. أهم شيء المصادر الموثوق بها جدا يعني. طيب بالنسبة للدواء، حضرتك تكلمتي على جزئية جدا مهمة، دواء الآن في تحت الدراسة أو تم اعتماده. هذا الدواء، الدواء هذا ممكن مين يخدم بالضبط مرضى السكري؟ ممكن يخدم مريض السكر اللي على نوع واحد أو نوعين من الحبوب، ممكن يكون كإضافة كدواء ثالث لعلاج السكر، يعني كخطوة قبل ما نلجأ للإنسولين أو إبر الإنسولين أو هكذا. يعني هو دواء يعني ممكن يساعدنا انه نستغنى عن الانسولين او نتفادى الانسولين لفتره زياده. ميزه الدواء هذا انه كمان كما بيشرحوا كانوا في المؤتمر انه بيساعد على نزول الوزن، يعني بنسبه بسيطه، لكن اوقات 2 3 4 كيلو اللي هو اقصى حد ممكن ينزله الدواء هذا، ممكن تفيد شخص معين انه تزيد الحافز انه هو يهتم بوزنه وينزل وزنه فيبدا يعالج هو السكر. هو دكتور، يمكن بالنهايه المرض السكري بشكل عام زي الإنسان السوي أو الصحيح السليم جسديا بيحتاج أن يكون عنده لايف ستايل معين. مزبوط. أكثر ما هي أدوية ولجوء، مع احترامي طبعا الأطباء، لكن صحيح برضو لا. مو كل الأطباء حيكونوا يعني ماهرين في هذا الجانب، لكن بالنهاية لايف ستايل أو طريقة أسلوب حياة تتغير يكون صحي ومثالي أكثر. أكيد. إحنا شاكرين تواجدك دكتورة، وشكرا على المعلومات اللي حضرتك أعطتينا هي. شكرا جزيلا، شكرا لاستضافتي. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرة وزيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير، وخليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، ما أثر التمارين الرياضية القاسية على جسد المرأة.